انت شايف يا كابتن يعني ماتش زي بتاع النهارده كده، ونظرا لتقارب المستوى ما بين الفرقتين، ونظرا لان الاثنين تاريخهم طويل وعريض وعريق، وكل فرقه منهم يعني متسلحه بمجموعه من اللعيبه الدوليين، يعني ماتش زي ده بالكيفيه دي وبالمواصفات دي ممكن يبقى ماتش مقفول نتيجه ان كل فريق متحفظ ومتخوف من الفريق الثاني، ولا بالعكس هيبقى ضرب نار من اول لحظه في راي حضرتك؟ لا هيبقى مقفول اكيد، يعني الفرقتين كبار بيحترموا بعض على الاقل في النواحي الدفاعيه، هيبقى فيه اهتمام كبير بيها، والمباراه تبقى صعبه، يعني مهمنا كتير ان الفرص اللي ممكن تيجي لنا ممكن تكون قليله، وكذلك فريق المغرب بس تستغل كويس. تستغل كويس، هي دي نقطه مهمه جدا هتبقى حاسمه في اللقاء الحقيقه.